خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تواكم. خوتنا اليوم حنتكلموا على موضوع تزاوج الحسون مع انثى الكناري باش نخرجوا هاجين الحسون. هكذا خوتي كما نقولوا هذا الموضوع كنا ديجا درنا، كنا من قبل درنا حلقة كيفاش نخيروا الذكر الحسون، كيفاش نخيروا الانثى، والوقت المناسب اللي كيما يقولوا نجيبوهم ونحطوهم في غرفة واحدة باش يعتادوا على بعضهم. اللي يتبع معايا كيما نقولوا من الاول تما راهو كيما نقولوا راهو مرحلة بمرحلة هكذا. اما اللي ما تبعش لازم يشوف الفيديو هذاك، هكذا خوتي لازم يشوفوا باش يعرف سما واش رانا نهضروا واش درنا واش ما درناش. المهم خوتي كيما قلنا نعطيكم ملخص صغير باللي لازم، هي ماشي لازم زعما تجيبهم في غيار الريش كيما انا الذكر هذا غير الريش تاعو هذيك الانثى كانت قدامه، لكن الانثى كي جبتها كانت ديجا كانت هذاك كملت غيار الريش تاعها. لكن كيما نقولوا من فتره من اوت هكذاك وهي عندي تما نقولوا فتره الراحه تاعها كاع كامل كملتها مع جوزتها مع امام هذا الذكر هكذا في غرفه واحده. ثانيا الانثى هذه يا خوتي انثى بكريه تسمى جامي تزوجت مع الكناري، وملي جبتها ما شافت جاع الكناري بالك تسمعهم من بعيد منها بصح، لكن ما خليتهاش كاع تشوف خاصه الذكور، وما انا ما خليتها تشوف لا ذكور لا اناث هكذا خوتي. واما بالذكر الحسون كذلك هو ما خليتوش كاع يشوف الاناث تاع الحسون ولا يسمعهم، سما يسمعهم بالك من البعيد لكن ما خليتوش كامل يشوفهم ملي غير ملي دخل في غير الريش تاعو هكذا خوتي. تما قلت لك جمعناهم في غرفه واحده باش هو خاصه الذكر يعتاد عليها باش كي يجي يلقحها ما يهابهاش، والانثى كذلك تقوم بديلو عمليه التلقيح. وهذه العمليه علاش نديروها خاوتي باش كيما نقولوا الذكر الحسون كي يجهز لنا خلاص ينحي من بالو بلي راح يستنى في كاش انثى حسون ولا، تما خاصه اذا كان تزوج مع انثى كان راح يغرد عليها ولا هي اذا دارت له وضعيه تلقيح راح يتزوج معها. وكذلك الانثى نحول لها مراسها كامل الذكور تاع الكناري ما تبقاش تسنى فيهم خاوتي، تسمى لبها درنا هذه العمليه. لكن ماشي تسمى لازم دير هكا ولا ماشي حتنجح في التزوج تاع الحسون الكناري، لكن هذه كيما نقولوا عندك نسبه كبيره في النجاح. بصح اذا حبيت تزوج دوكا تقدر تجيب دوكا ذكر وانثى وتطبق واش انا نديرو هكذا خاوتي. ومن الافضل بتسهل على روحك تكون هذه الانثى بكريه تكون متزوجش مع كناري هكذا خاوتي. اما ذكر الحسون اذا لقيت واحد يخدم كناريه يخدم مع كناريه تجيب، واذا ما لقيتش معليش كيما نقولوا عزلو فقط على اناث الحسون تخليهم جاي يشوفهم. كيما قلنا خاوتي واش راح نبداو نديرو، نبداو في التجهيز تاعهم هكذا خاوتي. كي نبداو في التجهيز كيما قلنا رانا درنا نظام غذائي تاع التجهيز تاع الكناري ونظام غذائي تاع التجهيز تاع الحسون، ثم الانثى هذيك دير لها بروغرام وحدها نظام غذائي وحده والذكر ثاني دير له نظام غذائي تاعو خاص بالحسون هكذا خاوتي. والانثى هذيك تحطها في القفص تاع التزاوج، نديروها في قفص التزاوج ديجا خلوها قفص التزاوج هذيك، انا عندي من فتره الراحه هي في هذاك القفص ما حبيتش نغيره، قلت نزوجها تما فقط ندير لها عش خارجي باش يكون الاتساع داخل قفص التزاوج. حتى ويكون عندك قفص تزاوج كبير خاوتي ننصحك ما تدخلش الذكر في قفص التزاوج ودير وتفصل بيناتهم هكذا خاوتي، خليه في القفص تاعو الصغير باش يهيج بزاف، كي يهيج يشوف تما يلقاك تما كي يلقح لنا هذه الانثى تاع الكناري هكذا. كيما راكم تشوفوا خاوتي راني نوريكم هنا فقط طريقه، انا مازال ما بديتش نجهز لكن هذا الاسبوع نبدا في الانثى، ومن بعد كيما قلت لكم باش ما تجينيش ديك الروطار تاع الانثى ولا التاخر تاع جهوزيه الاناث، ومن بعد نبدا اسبوع موراها نبدا الذكور ولا 10 ايام. كيما راكم تشوفوا خاوتي الحاجز الغير المرئي درتو لهنا للانثى، غطيت الانثى باش هكذا ما الذكر ما يوليش يشوفها. هذه كي نبداو التجهيز قلنا خاوتي نبداو نطبقوا في هذه العمليه، تسمى رانا نحميو في الطائر ومنها رانا نشوقوا فيه. هو ديجا كيما نقولوا راهو كيما والفها خاوتي، مام هي والفاتو دوكا غير درت هذه الاخر هي ديجا بدات في المنادى بدات تحوس عليه، وخاصه فاش تحل باللي توالفوا مع بعضهم تلقى كي تجي مخرج الذاكر هكذا للخارج ولا تخلي الانثى في الدار تبدا هي شغل دير في المنادات هذوك ثاني شغل ما تحبش كي تديها فاهم، ولا العكس ولا كي تخرجها هي
هكذا خاوتي. ثم نطبقوا هذه العمليه، نغطيو الانثى على الذكر بعد ما كان تزوج مع بعد ما كان توالف معها. ومن بعد نتوما واش تلاحظوا خاوتي دوك كيما هكاكم تبداو تلاحظوا باللي الذكر او شغل او ينادي دي في المنادى خا توالفها دائما يشوفها امامه هكذا خاوتي. ومن بعد واش راح تلاحظوا خاوتي دوك كيما لهنا، انا مازال ما بديتش في التجهيز كاع خاوتي وحده. ما انا في الاول كان يغني مام كيما نقولوا بلا حد صغير المرئي يغني، لكن دوك تلاحظوا باللي يبدا يغني ومن بعد يوم ور يوم يبدا غير يقصح في الغناء تاعو هكذا خاوتي، يبقى غير يقصح في الغناء. وبنها راهو يجهز ومنها كيما نقولوا انثى راهي تجهز، وهذا هي التشويق خاوتي. اما الشيء الثاني وهو خاوتي تما كي دير الحاجه هذاك الغير المرئي ما تخليهش هكا كيما نقولوا طول مده التجهيز، ما كيما نقولوا ما تخليهش دائما، لازم نقولوا في كل 3 ايام ولا نفتحوا الذكر والانثى يشوفوا بعضهم ساعه ساعتين 3 سوايع ماشي مشكل. المهم كيما نقولوا ما تفوش 5 ساعات، خليهم هكا يا ربي زوج سوايع ثلاثه، ما تفوش هكا زوج ساعه زوج سوايع ثلاثه يخليهم يشوفوا مع بعضهم، وما تعاود ترجع الحاجز لهذا، تعاود ترجع الحاجز هكذا خاوتي. وانت راك تجهز فيهم، راك تجهز في الذكر، راك تجهز في الانثى. كيما نقولوا الذكر راهو يغرد، الانثى تشوفها تبدا غير تحوس على الذكر وكذا، ونهار اللي تنحي هذاك الحاجز تخلي ساعه زوج ساعات تشوف واش راهو يصير، الذكر راهو يغرد عليها اذا الانثى كيما نقولوا التصرفات تاعها كيما نقولوا من داك تجيب لها بزاف تحفزها على التزاوج، جيب لها ادوات التحشيش هذوك تعطيها خيط ولا زوج خليها تلعب بهم هكذا خاوتي، وتشوفها اذا رفدتهم وتحوس وين تحطهم هكذا. ومن بعد كيما نقولوا كي نشوفوا باللي جهاز التناسلي تاع الانثى بدا يبرز، الذكر تاع الحسون خلاص هذاك السويدات اللي في المنقار بدا ما بقالوش بزاف، تبقى له غير نقطه هكذايا. نجيبوا الانثى العش نحطوه لها، نخلو الانثى نصبروا على الانثى، اذا بنات العش بنات، اذا ما بناتش عادي اخي كيما نقولوا في الصباح صباح بكري دخل الذكر تاعك كيما نقولوا ماشي نخلوه معاه داخل قفص التزاوج، فقط راح ندخلوه يتزاوج ونخرجوه هذا ما كان خاوتي. تما واش نديرو نحطوا لها العش ونصبروا عليها 3 ايام هكذا كلها، اذا شفناها بنات العش تما خلاص راه كيما نقولوا حاجه مليحه، نطلقوا الذكر ان شاء الله في الصباح راح يلقحها، واذا كان هذا الذكر لقح ديجا كناريه من قبل راح يديمار عليها في الغين بالتغريد باش يحب يلقحها. ولا اذا كانت الانثى وعرفت كيفاش تجهز الانثى مليح وحطيت لها البروتين والكالسيوم وتهليت فيها، راح وحدها تدير عمليه وضعيه تلقيح وراح الذكر تاعنا راح يلقحها. وان شاء الله راح نزيد لكم مواضيع صغيره هكذا عن كيفاش التحفيز وكذا هكذا خوتي.